ادعاء الألوهية أن يدعي العبد أنه رب والعياذ بالله، والكذب هو ذكر الشيء على خلافه، والبهتان هو اختراع الكذب وبثه ونشره بين الناس، هذا هو الإفك. والبهتان أن يبهت الرجل أن يذكره بما ليس فيه، قال صلى الله عليه وسلم وهو يوضح لنا هذا المنهج، قالوا ما الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال فإن كان ما فيه، يعني إن كان الذي أقول فيه، قال فقد اغتبته، قال وإن لم يكن ما فيه قال فقد بهته. والبهتان أيها الكرام الفضلاء هو ذكر الناس بما ليس فيهم، والإفك اختلاق الكذب واختلاق المخاليق على الناس ثم بثها. قال الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، هذا هو الإفك، اختلقوا شيئا لم تقع فيه عائشة الحصان الرزان ثم قاموا بماذا؟ ببثه ونشره، الإعلام الكاذب. فهذا هو الفرق ما بين الكذب وما بين البهتان وما بين الإفك. ومنه يسمى الثوب إذا تغير لونه نقول إيش؟ بهت الثوب، بهت الثوب. وكأن هذا الكذب على البشر إنما هو يبهت شيئا منهم، يعني يقل من شيء من وجاهتهم ومكانتهم. والأصل في البهتان هو إنقاص قدر الناس عند الناس، هذا الأصل في البهتان، أنك تنقص قدر الإنسان عند الناس وعند العامة. نعم.